عبر سكايب ينضم إلي من برلين دكتور ناجح العبيدي، الكاتب والباحث السياسي. دكتور ناجح، أهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية. طبعا العين على أوكرانيا، روسيا والصين، تلك كانت المنطلقات الثلاث لهذا المؤتمر، ولكن يبدو أن أزمة أوكرانيا كانت هي الطاغية حتى اللحظة الأخيرة. هل من نتائج جديدة خرج بها المجتمعون في مؤتمر ميونخ بخلاف ما كنا نتابع على مدار السنة الماضية كاملة من اجتماعات وبيانات بخصوص استمرار الدعم المتواصل المقدم إلى كييف؟ يعني مؤتمر ميونخ يعتبر من أهم اللقاءات العالمية في الجانب الأمني، وهذا يتضح من خلال مستوى الحضور. هناك أكثر من 40 رئيس دولة ورئيس حكومة، إضافة إلى 100 من السياسيين رفيع المستوى وخاصة وزراء الخارجية. ولكن طبعا الطرف الأهم هو روسيا، غير موجود، غير حاضر في هذا المؤتمر بعكس المؤتمرات السابقة. وذلك المنظمي المؤتمر قالوا بأنه لم يريدوا أن يجعلوا من المؤتمر منصة للدعاية الروسية. ولكن طبعا تم التأكيد مجددا على أهمية دعم أوكرانيا، هذا ما تفضلت به معظم الدول الغربية ومقدمتها المستشار الألماني وكذلك كاميلا كارز نائبة رئيس الرئيس الأمريكي وبقية قادة الدول الغربية. ولكن هناك أيضا جانب هام هو الدور الصيني. الصين حاضرة في هذا المؤتمر عبر قيادي عضو في المكتب السياسي ومسؤول عن السياسة الخارجية للصين، وهو أعلن عن مبادرة صينية للتوصل لحل سلمي لهذا الصراع. ولكن حتى الآن ما ترشح منها لا توجد معلومات ملموسة، وإنما مجرد كلمات عامة عن ضرورة أهمية الحل السلمي وضرورة احترام ميثاق الأمم المتحدة. طيب، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين قال إن أي ضمانات أمنية للحل في أوكرانيا يجب أن يتضمن عدم إمكانية إقدام روسيا على القيام بمثل هكذا هجوم مرة أخرى على أي دولة أخرى. ما الذي تعتقد فيه واشنطن لتقليم أو لتطبيق سياسة تقليم الأظافر بالنسبة لروسيا؟ يعني في تقديري الدول الغربية تصر منذ عدة أشهر، منذ اندلاع الحرب ومنذ بدت إرادة القتال قوية وراسخة لدى الأوكرانيين، على ضرورة إفشال الأهداف الاستراتيجية لبوتين. وحتى الآن يجب القول بأنه بوتين فشل في تحقيق أهدافه الاستراتيجية رغم المكاسب المتواضعة على الأرض في معركة باخموت. عموما يبدو أنه الخطة الغربية تهدف إلى ردع روسيا وربما ردع أي دولة أخرى في المستقبل من محاولة التدخل العسكري في دولة مجاورة وتغيير الحدود. تغيير الحدود هذه قضية حساسة للغاية كما نعرف، يعني الخلافات الحدودية موجودة في كل الدول الأوروبية وموجودة في كل دول العالم. بين كل دول العالم لابد من هناك خلافات تعود إلى الماضي البعيد أو القريب، وبالتالي إذا فتحنا هذا المجال سيعني اندلاع صراعات لا نهاية لها. وبالتالي لابد طبعا من التوصل إلى حل. الحل يأتي عبر المفاوضات ليس فقط في ساحة المعركة، ولكن يجب عبر احترام مبادئ السياسة الدولية، احترام سيادة أوكرانيا وعدم تغيير الحدود. وفي نفس الوقت يعني يمكن التفاوض حول أخذ الهواجس الأمنية لروسيا بنظر الاعتبار. طب في ظل استبعاد روسيا من نسخة هذا العام للمرة الأولى منذ 20 عام كما ذكرت الدكتور، هل روسيا مهتمة بمسألة استبعادها من هذه النسخة، أم أن الدول الغربية قد ذهبت إلى أبعد من ذلك بكثير وبالتالي هي لا تلقي بالا لمثل هذه الرسالة من الغرب؟ في تقديري القيادة الروسية تتابع عن كثب ما يجري في ميونخ، لأنه هذا المؤتمر ليس مؤتمر بروتوكولي أو مؤتمر روتيني، وهي تعرف جيدا من خلال مشاركتها. حتى بوتين شارك في هذا المؤتمر في عام 2007 ولافروف كان ضيف دائم. فإذا القيادة الروسية تتابع بالتأكيد ما يجري في هذا المؤتمر لمعرفة التطورات في الموقف الغربي. على سبيل المثال، بعد تعهد الدول الغربية بتقديم
دبابات قتالية إلى أوكرانيا. الآن أوكرانيا تطالب بطائرات، ولكن من الملاحظ أنه الدول الغربية لا تزال مترددة في هذا المجال، لأن الطائرات هي سلاح هجومي، وبطبيعة الحال الدول الغربة تخشى من الخراط أكثر فأكثر من في هذا الصراع، وربما اتساع رقعة هذا الصراع. لذلك لا تزال هناك نوع من التردد. هذا التردد لا يقتصر على ألمانيا التي اتهمت بأنها مترددة في تقديم السلاح لأوكرانيا، وإنما يعني في مجال الطائرات حتى بريطانيا المعروفة باندفاعها الكبير لا تزال مترددة في تزويد أوكرانيا بمثل هذه الأسلحة الهجومية. شكرا لك من برلين عبر سكايب، كنت معنا الدكتور ناجح العبيدي الكاتب والباحث السياسي.